الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلأساليبكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضرة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر بن عطار قال قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضرة على حديث الحارث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، أما بعد. قال: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. صلاة سنة الظهر إما أن يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها، وإما أن يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها على حديث ابن عمر، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها وإن اختلف فيها. أما الأكثر على الأربع قبل الظهر والركعتين بعدها، لكن في الجملة لو صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فقد أصاب السنة، ولو صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها أصاب السنة. ذكر هذا الباب وفيه الأربع قبل الظهر، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورد فيه ذكر الفضل لهذه الأربع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الباب في الجملة يعني. قال حدثنا بندار، ومندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر، هو أبو عامر العقدي، أبو عامر عمرو بن عبد الملك العقدي، أو عبد الملك بن عمرو، أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. قال حدثنا سفيان، فيه مناسب بين أبي عامر وبين سفيان، وبين سفيان وبين أبي إسحاق. أبو إسحاق من هو؟ السبيعي. طيب، عن عاصم بن ضمرة عن علي، في مناسب بين عاصم بن ضمرة وعلي. طبعا عاصم بن ضمرة هو صدوق، ولا يروي أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة إلا عن علي. سفيان بن عيينة لازم أبا إسحاق أكثر من 10 سنين. نعم، هو من أثبتهم فيه، بل بعضهم قال هو أثبتهم فيه. عاصم بن ضمرة هو مختص بعلي، ولذلك ذكروا المقارنة بينه وبين الحارث، والحارث من أصحاب علي بن أبي طالب أيضا، حارث الأعور، لكن عاصم بن ضمرة أفضل منه، وإن لم يكن هو يعني في الإمامة في الحفظ أو غير ذلك. عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة. حديث عائشة ثابت عنها أيضا، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، فهو شاهد لهذا الباب. سيأتي طبعا حديث عائشة، حديث عائشة له أكثر من رواية. وأم حبيبة أيضا، وفي الباب عن أم حبيبة، هو من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة. حديث ثبت سبق معنا، من صلى 12 ركعة. طبعا هو الحديث ورد من ثابر، مر معنا حديث عائشة، وأما حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة، وقلنا إن من صلى يعني لفظ من صلى هو أقوى من حيث، فبالتالي كلاهما شاهد لصلاة الأربع والركعتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا مان؟ طيب، قال: حديث علي حديث حسن. حديث حسن
الإسناد الذي يعني الإسناد الذي فيه هو يعني إسناد حسن أصلا، وقلنا هذه كلمة يقولها الترمذي في الإسناد في أدنى مراتبه حين يكون صالحا للاعتبار، يعني ليس فيه من راوي متروك وفما فوق. وهذا الحديث هو صالح للاعتبار وحسن لذاته، وكذلك الشواهد له كثيرة، لا نقول فقط متابعات بل نقول إيش أيضا شواهد يشهد له غيره. حدثنا أبو بكر العطار قال قال علي، علي بن عبد الله يعني المديني، عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، أو على حديث يعني الحارث الأعور. طبعا الحارث الأعور ضعيف، بل كذبه ما أدري الشعبي أو كذا لرأيه وليس يعني لرأيه، أما هو ليس كذاب لأنه ضعيف، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، الكلام عن السنة قبل الظهر، يعني الحديث تضمن هذا وهذا، لكن كلام الآن لأنه عن هذه المسألة بالذات. نعم شيء. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد، سنأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة الخلاف واقع أنه هل صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أيضا مثنى مثنى، أم أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار الأمر فيها واسع وأنه صلى 4؟ فقد جاء عن بعضهم يعني مثل إسحاق أنه صلى 4 بعضها، والظاهر والله أعلم أن الأفضل هو الركعتان أن يفصل بين كل ركعتين، لكن سيأتي فيه نصوص في هذا الباب بالذات سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. وكذلك في الباب حديث أو في هذا في الباب في الجملة حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد صحح ابن حبان هذا واحتج به على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى في موضعه. يعني قول سفيان والمبارك على 4 ركعات لا ما هو ما لا يعني الكلام يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم بس لم يعني ليس هذا هو المقصود من نقل عن سفيان وابن المبارك وإسحاق، وإنما المقصود أنهم يختارون 4 قبل الظهر، لكن ليس معنى ذلك أن مثلا الشافعي وأحمد لا يختاران أن يصلي 4، وإنما يصلي 4 لكن ركعتين ركعتين، واضح؟ أما يعني السابقون ففيهم تفصيل مختلف عن هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر 2 بعدها. وفي الباب عن علي وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم هذا الباب فيه ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وبالتالي قد لا يلتفت الإمام الترمذي إلى الرواية في أنه قبل الظهر، ماذا قبل الظهر 4 ركعتين، واضح؟ لكنه ماذا فعل؟ اختار الحديث الذي فيه 2 قبل الظهر 2 بعد الظهر، واضح؟ ولما قال في الباب قال في الباب حديث علي وحديث عائشة. حديث علي هو السابق وفيه 4 قبل الظهر، أيشهد للركعتين ولا ما يشهد بعد الظهر؟ يشهد للركعتين، إذن هو شاهد للركعتين بعد الظهر لكنه ليس شاهد للركعتين قبل الظهر، وليس هذا هو المقصود من الباب، وإنما المقصود من الباب الكلام عن الركعتين بعد. انتهينا. الحديث السابق هو الحديث الذي فيه كلام علي، حديث علي اللي هو حديث عاصم بن ضمرة عن علي، وحديث عائشة حديث الذي الحديث الذي فيه الحديث الشقيق عن عائشة وفيه 2 قبل الظهر 2 بعد الظهر، هو الآتي بالشيخ.
يدا بشقيقة عائشة. إيه هم تبدأ من شقيقة عائشة. فهذا الحديث الذي فيه جاء عن عائشة رضي الله عنها وله صورتان، صورة ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها، وصورة أربع قبل الظهر ركعتان بعدها. لاحظ هنا أنه ذكر حديث عائشة في الباب الذي بعده وقال باب آخر، لكن الآن كلام إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها سيأتي معنا. ولا هو هذا هو الباب الذي بعده، هذا هو الباب الذي بعده. لا، لو أن فتحنا 438 عندك 436 الجماعة بشار الأستاذ بشار عواد، عندنا نحن 438 أنسب من الحديث الذي سيأتي في الباب القادم. هو أيضا حديث عبد الله بن شقيق. لاحظ إيش الحديث، سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها إيش ركعتين. واضح؟ لكن نلحظ أن الحديث من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة نفس الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن إيش بعدها، يعني أنه يصلي أربعا. طيب على كل حال، وحديث عبد الله بن شقيق عن عائشة هو فيه أنه سأل عائشة، والحديث في اختصر بعض أهل العلم هذا الحديث عدة مرات، فمرة يختصرون بقية الصلوات، وأحيانا يختصرون صلوات الليل ويحذفون صلوات النهار. لأن حديث عبد الله بن شقيق أيضا فيه وصف الوتر، وتر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تفاصيل. فكل واحد يذكر في باب يختصر الحديث بحسب ذلك الباب، لذلك لو واحد قرأ الحديث ووجد كل تلك التفاصيل سيظن أن الحديث إيش، أنه مجموعة أحاديث، والظاهر أنه حديث واحد، وحصل خلاف في مسألة الأربع قبل الظهر أو الثنتين قبل الظهر. فذلك إذا جاء معنا بعد ذلك شيء سيظهر معك هذا الخلاف، وفي وقته إن شاء الله تعالى نتكلم عليه. هناك كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين، فهو شاهد لحديث الباب، واضح؟ يعني شاهد مطابق. ولكن مع ذلك هل الراجح من حديثها الأربع ولا الثنتين؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله باب آخر، حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن خالد الفذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. هذا حديث حسن غريب، وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شامي، وهو صاحب أبي أمامة. نعم. قال باب آخر. ونقولنا إذا قال الإمام الترمذي باب آخر كأنه فرع على الباب السابق، وهو باب جديد إلا أنه فرع ويذكر فيه خلافا معينا.
في الغالب يذكر في خلافا معينا لكنه لا يخالف الأصل. طيب قال حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله العتكي المروزي، هذا كان يسمى وارثا فسمى نفسه إيش؟ عبد الوارث اللي كان اسمه وارث، وهذا صدوق يعني حسن الحديث الجملة. أخبرنا عبد الله المبارك عن خالد الحذاء. نلحظ هنا أنه الترمذي رحمه الله تعالى يقول هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله المبارك من هذا الوجه. واضح السبب القول الحسن غريب يريد شيخه من جهة عبد الله المبارك، من هنا جاء الحديث. ذاك لا يستغرب أنه يكون حسن وغريب في نفس الوقت، لأن الراوي عنه في رتبة في أقل الرتب يعتبر بحديثه، لكنه في الواقع حسن الحديث. ولو لم يكن حسن الحديث كيف يمكن أن يكون حسن غريب؟ لكن ما هو بحسن غريب باعتبار جميع الإسناد، وإنما من جهة عبد الله المبارك. وضحت هذه؟ طيب عن خالد الحذاء، والحديث مشهور من رواية خالد الحذاء، وبعد خالد الحذاء انتشر فصار يرويه شعبة، وصار يرويه هشيم، صار يرويه يعني رواه عن شعبة ورواه الثقفي عن شعبة عن خالد الحذاء، ورواه يعني رواه عن خالد الحذاء جمع. وعن خالد الحذاء وقع الخلاف في مسألة الأربع وليس عمن فوقه، واضح؟ فقضية أنه لو قلنا هذا الحديث غريب فلا يمكن أن يكون غريبا إلا بعد الراوي عن خالد، لأن الراوي عن خالد جمع. ولذلك مضطرون أن نقول إن الغرابة هنا فقط في عبد الله بن مبارك فمن دون فقط، أما فوق مستحيل هذا الكلام. وطبعا ممن روى هذا الحديث أيضا عن خالد الحذاء عبد الله بن مبارك، يعني هو واحد ممن روى وليس أشهر من روى، بل الحديث ما اشتهر من طريق عبد الله بن مبارك إنما اشتهر من طرق أخرى. لذلك الإمام مسلم لما روى الحديث روى من طريق هشيم، لكن هناك قال هشيم عن خالد الحذاء، ومعلوم أن هشيم مدلس، لكن لأن الحديث مشتهر ومعروف عن جمع من الناس عن خالد الحذاء، ورواية هشيم فيها أربع وليس فيها ركعتان، وهي مناسبة لهذه الرواية على كل حال. طيب قال عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا فيه إثبات صلاة أربع قبل الظهر من جهة، وفيه إثبات يعني قضاء النافلة إذا فات وقتها، لأن قبل الظهر أربع فات الوقت، الأربع قبل الظهر فات وقتهن. فإذا قال قائل أنا معتاد أن أصلي أربع قبل الظهر أريد أن أحصل على هذا الأجر المعين، لكن أنا تأخرت وفاتتني، إيش الجواب؟ نقول له حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة صلي بعد الظهر أربعا. هذا حديث حسن غريب إنه طيب، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد، إذن أيضا من رواية شعبة عن خالد الحذاء. وبالمناسبة من يذكر قصة شعبة مع خالد الحذاء لما جاء إليه وقال له وسأله عن حديث؟ تعرفون شعبة يشدد ويروي الحديث عن الشخص أكثر من مرة، فإذا لم يرويه أكثر من مرة لا يرويه حديث، لابد أن يرويه مرتين عن الشخص، اسمعه مرتين. فلما جاء هو كان مريضا، فإيش حصل؟ أصر عليه أن يسمعه الحديث، قال له لا أنا قال مريض ما أراد أن يسمعه. أيوة شعبة أصر عليه، إيه بس خالد إيش قال له؟ قال أنا مريض يعني. طيب بقي حتى يعني روى له الحديث وقال له مت الآن، أصر عليه حتى روى له الحديث. بعد ما سمع الحديث منه قال مت الآن، إذا بدك تموت موت الآن لأن أخذت الذي أريد. وهذه يعني هذا الطبع موجود عند أهل الحديث، يعني يحصلون على بغيتهم من العلم وبعد ذلك لا يأبهون بالله. طيب أنا لا يعيبهم، لأن الحرص ليس على الرجال وإنما الحرص على المادة الموجودة عند الرجال، فإذا حصلوا على المادة من الرجال انثقات، وهؤلاء يجمعوا حديثهم وحديثهم يحتاج إليه الناس. يعني مثل هذا الحديث لما ما تجد الحديث إلا عند خالد الحذاء ماذا ستفعل؟ وكم واحد روى عن خالد الحذاء وهم مشايخ وكبار يعني،
فمضطر أنت تذهب لخالد الحذاء وتأخذه عن إيش؟ عنه. قال: ولا نعلم أحدا روى عن شعبة غير قيس ابن الربيع. لكن لو نعلم أن الحديث ثابت في الجملة، ولا هنا غير قيس بن الربيع من تلامذته، يمكن يكون أولى من قيس بن الربيع عن شعبة. وهناك من لازم، يعني مثل محمد بن جعفر لازم شعبة مدة طويلة ما روى الحديث عنه. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ذكر حديث أم حبيبة، وحديث أم حبيبة فيه محمد بن عبد الله الشعيثي وهو حسن الحديث، قال فيه ابن حجر صدوق، لكن أبوه قال عن أبيه وهو عبد الله الشعيثي هذا، وهو لم يروي عنه إلا ابنه، ابن محمد بن عبد الله الشعيثي، وهو يعني وبالتالي مجهول، ما قال فيه ابن حجر مقبول، قال فيه ابن حجر مقبول، بالتالي إسناد ضعيف. عن عنبسة بن أبي سفيان، عنبسة بن أبي سفيان هو أخو رملة بنت أبي سفيان، اليوم حبيبة هذه اشتهرت برملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهرت بماذا؟ بكنيتها. اسمها رملة بنت أبي سفيان، وهي أخت عنبسة بن أبي سفيان. وعنبسة بن أبي سفيان وين اختلف فيه؟ هو ثقة في الواقع من ثقات التابعين وليس له صحبة. طيب، ويروي عن أخته. وهنا في عندنا محمد بن عبد الله الشعيثي يروي عن أبيه، وعنبسة يروي عن أخته، يعني الإسناد فيه أكثر من رواية في الإسناد عائلي. يعني عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال: هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب. الأصل أنه حسن غريب لا تأتي إلا بيش إلا من أناس ثبت يعني الرضا عنهم وقبولهم، لكن كأن الترمذي يقول إنه حسن غريب من حديث محمد بن عبد الله الشعيثي. واضح؟ يعني لم يأتي عن عبد الله الشعيثي إلا هذا الإسناد فقط، فهو غريب بهذا الاعتبار لكنه حسن باعتبار آخر. والدليل على ذلك أنه بعد ما قال هذه الكلمة قال: وقد روي من غير هذا. قلنا إحنا كلمة غريب إذا أوردها الترمذي لابد أن تنظر إلى ما بعدها، فهل يقصد بذلك هو غريب مطلقا؟ لا طبعا. والدليل على ذلك أنه أورد الحديث الذي يشهد له، فهو ليس غريبا. واضح؟ فهو ليس حسنا غريبا باعتبار الإسناد كله، ولكنه باعتبار من؟ باعتبار عبد الله الشعيثي. إذن عبد الله الشعيثي نفسه ضعيف، لكن الإسناد إليه حسن غريب. هو لم يصرح بهذا، لكن ارجع إلى الإسناد الذي بعده ليس فيه عبد الله الشعيثي. واضح؟ إذن الإسناد حسن غريب إلى عبد الله الشعيثي، أما ما هو بكل الإسناد حسن غريب. واضح؟ ويمكن أن يكون حسنا باعتبار كل الإسناد لأنه مجبور بالإسناد الذي بعده، ولكنه غريب باعتبار من؟ الشعيثي. وقد روي من غير هذا الوجه، يعني أنه له وجه آخر، فالغرابة ليست مطلقة وإنما غرابة إيش؟ نسبية. وهذا الذي نشير إليه لما نقول أخوانا، لما أقول حسن غريب مش دائما يعني حسن لغيره. واضح؟ عفوا، مش دائما حسن لذاته، يعني قلنا حسن غريب الأصل أنه حسن لذاته، إلا أن يقترن بذلك أن يقول من هذا الوجه أو من أوجه، أو روي من غير وجه، أو أنه حسن غريب من رواية فلان. فإذا حدد شخصا، حدد رواية، ذكر رواية أخرى بعد ذلك وقال له وجه آخر إلى آخره، لابد من أن لذلك هذا يحل عندنا مشكلة إيش؟ كلمة حسن غريب، لما يقول لك إحنا ما عندنا اصطلاح محدد، واختلف العلماء اختلافا شديدا في ذلك، والترمذي ليس له طريقة يعني مستقيمة في ذلك، وهذا الكلام الحقيقة غير صحيح. عندما تحلل هذه القضية ستنتبه أنه في كل بعدين مش في كل موضع الترمذي له يعني قصد في كلمة حسن غريب، لا، هو له طريقة. فإذا ذكر، فأنت لابد أن تحفظ كل هذه القواعد. إذا ذكر بعد كلمة حسن غريب وقال من هذا الوجه، هذا ما هو حسن غريب مطلقا. إذا قال حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه أو روي من وجه آخر، ليس يساوي حديث حسن غريب، ولا يساوي، لا
طيب إذا كان لا يساوي لماذا تقول ليس للترمذي طريق مستقيم في ذلك؟ إيش اللي ما لو أنه أطلق وبعد ذلك تبين لنا أنه اختلف كلامه نقول معك حق، لكن احنا إلا الآن ما وجدنا الترمذي أطلق كلمة حديث حسن غريب، وليس هناك أي قرينة تمنع أن يكون مقصود حسن لذاته، ما مر معنا هذا الكلام. وبالتالي لابد من في كل موضع من التنبه إلى القيود إلى السياق. طيب ثم قال وحدثنا قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي. طبعا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي هو شيخ الإمام البخاري، وهذا مما تميز به الإمام البخاري أن له شيوخا انفرد بالرواية عنهم، وهم شيوخ شيوخ أصحاب الكتب، مثل مين؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. فلم يروي واحد من أصحاب الكتب عن عبد الله بن يوسف إلا من؟ إلا البخاري. طيب وهو شامي طبعا. قال حدثنا الهيثم بن حميد. الهيثم بن حميد صدوق، لكنه ما هو صدوق الآن، هذا وشيخه كلاهما رمي بالقدر، وهذا من الأمور التي نتنبه إليها أنه يقال عن الذي رمي بالقدر صدوق. ذكرنا هذا من أيام الكلام عن البخاري رحمة الله عليه، أنه نتنبه أن الرجل قد يكون فوق هذا ومع ذلك يقال فيه فقط صدوق بسبب إيش؟ بدعته. هو الآن قال رمي بالقدر، أبو داود قال قدري مثلا، واضح؟ بس أبو داود دائما يصرح أكثر، يعني يتجرأ في هؤلاء. قال أخبرني العلاء بن الحارث، وهذا هذا العلاء بن الحارث هو صدوق ومن الفقهاء، ولكن أيضا رمي بالقدر. عن القاسم بن عبد الرحمن. الآن القاسم بن عبد الرحمن هذا هو أبو عبد الرحمن، إذن هو ممن كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع الحديث. لماذا يذكرون هذا النوع؟ حتى لا يظن أن الراوي غلط فيه. أيوة، حتى لا يظن الخطأ في إيش؟ في نسبة الراوي إلى أبيه بدل تكنيته، فكنيته اسم أبيه. وهذا يعني بعض الناس يقول لك طيب لماذا لا تكون كنيته اسم أبيه طالما أنه، وأحيانا يقال كني بابنه، واحد يقول لك طيب ما هو الأصل أن يكنى بابنه؟ لا، كثير من الرواة كنية بغير ابن، ما ليس له ابن بكنيته، واضح؟ فبيان هذا يفيد أنه إذا روي الحديث من رواية ابنه لا يظن كلمة عن فلان أن عن بدلت بكلمة ابن، واضح؟ فيفهم الإنسان مثل هذه القضايا مهمة. طيب القاسم ابن أبي عبد الرحمن، هذا القاسم أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، هذا الشامي، هذا الشامي. وش القاسم أبو عبد الرحمن ابن محمد؟ هذا القاسم أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، فهو أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الشامي، واضح؟ إذن ليس هو القاسم الآخر. وهذا القاسم ابن عبد الرحمن قالوا فيه صدوق يغرب، قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى صدوق يغرب، والحقيقة أنه يستحق ثقة، أنه يستحق ثقة، وإنما قال فيه صدوق يغرب يعني ابن حجر رحمه الله تعالى. السبب في ذلك أنه جاءت عنه روايات مختلفة، ولكنه أتي من قبل بعض الرواة عنه، بعض الضعفاء. والأصل أنه إذا روى الضعفاء عن الراوي وروى عنه الثقات فينظر في رواية الثقات، إذا كانت موافقة ورواية الضعفاء عنه مخالفة فيحمل الضعفاء الخطأ الوارد عليه، واضح؟ يعني إذا قيل في صدوق يغرب يعني أنه يأتي بما لا يأتي به الثقات، فحينما اعتبر حديثه وجد أن الذين أغربوا من؟ الضعفاء في الرواية عنه، والثقات رواهم كما يروي. ليش؟ ثانيا ليس عنده عيب في ذلك، فبقي على أنه ثقة. إذن الصحيح أن هذا الإسناد، أن هذا الراوي ثقة وليس إيش؟ صدوق، وليس مجرد صدوق. جميل. طيب قال عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول. وهذا توافق بين القاسم أبي عبد الرحمن
وبين الشعيثي في الرواية يدل على حفظ الحديث. من حافظ على أربع قبل أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وعليه فالحديث صحيح لغيره, الحديث إيش صحيح لغيره, وهو يثبت هذه الفضيلة. إذن عندنا الأربع قبل الظهر ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, وثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي من ثابر أو من صلى 12 ركعة. وهذا الحديث يدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه ذكر الفضيلة. وبالتالي فعندنا أكثر من فضيلة متعلقة بصلاة الأربع قبل الظهر, لكنها إذا صليت بعد الظهر أربعا أيضا زادت الفضيلة وصارت إيش؟ حرمه الله على النار. طيب حرمه الله على النار إيش تفيد؟ معقول واحد ما يمر يعني ما لا, 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 لا يمر على الصراط؟ المارون على الصراط أصناف, صحيح ولا لا؟ وبالتالي فالمارون على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. الآن مما يدل على أن هذا العمل فاضل أنه سبب في أن لا تمسه, أو أن الله يحرم عليه النار, والنار إنما تحرم على الإنسان إذا كان ممن يسرع على الصراط. وفيه فائدة أن هذه الأعمال الصالحة مثل الصلاة وغير ذلك إذا الإنسان ثابر عليها وهي من الأعمال النافلة فهي دافعة إلى إيش؟ إلى صلاح العمل, لأن الإنسان إنما يجري على الصراط بسبب صلاح بقية العمل, لا يكفي عمل واحد, لكن هذا يدل على إيش؟ على أن بعض الأعمال والحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات. قال هذا حديث حسن حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وفيه نسخة هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه, وكلاهما جيد. ليش؟ لأن الحديث حسن من هذا الوجه وليس يعني من هذا الوجه الحديث ما فيه إشكال, العكس الحديث. وهذا فيه توثيق يعني هو ممن وثق عبد الرحمن بن أبي بن عبد القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن, ذكرنا أن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن. طبعا ممن وثقه البخاري وابن معين وجمع وثقوا القاسم هذا. وبالتالي إنما ذكر ابن حجر أنه صدوق يغرب بسبب يعني هناك من تكلم فيه والحقيقة الكلام فيه لا يضره. طيب والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن, وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية, وهو ثقة أيضا ممن وثقه من؟ الترمذي. وكلمة وهو ثقة لما نأتي الترمذي طبعا مشهور أنه الترمذي متساهل, واضح؟ بس يعني والآن لما نأتي إلى مثل هذا الموضع وإنسان يكون جاهلا يقول لك يعني ابن حجر قال عنه صدوق والترمذي قال عنه ثقة, فالترمذي متساهل. طيب هو تبع شيخه في ذلك, الإمام بخاري يقول عنه ثقة, ابن معين يقول عنه ثقة, جمع من الناس يقولون عنه ثقة. وبالتالي فهذا الحكم بهذا الشكل الحقيقة فيه نوع من الإيش؟ الإجحاف. نحن نريد أن نعرف كيف وصلنا إلى أن الترمذي متساهل. إلى الآن نحن من فضل الله سبحانه وتعالى قطعنا مسافة هنا, ويعني في موضع آخر أيضا قطعنا مسافة أطول, لم يتبين لدينا أن الترمذي إلى الآن متساهل. وإذا كان الترمذي قد يتساهل في راوي, الراوي الذي قيل إنه متساهل فيه اللي هو ابن عقيل يقول بقول البخاري فيه, واضح؟ إلى الآن الذين قيل فيه متساهل هو وافق فيه مش الإمام البخاري, ما وجدنا هذا الكلام. وعلى العكس في كتابه العلل يدل على إيش؟ على ضبطه وتشديده. والآن في هذا الكتاب كثير من الأحاديث تكلم يعني أعلها الاختلاف في الإسناد, وليس لضعف الراوي, أحيانا بسبب اختلاف الإسناد يعل الحديث ويذكر أنه أعله بسبب سؤاله البخاري. وانظر إلى كتاب العلل, اذهب إلى كتاب العلل المشهور للإمام الترمذي, هو كتاب كبير يعني حقيقة أيضا اسمه العلل الكبير, يعني ستجد هذا الذي ذكرناه حقيقة. لسنا نحن نحاز للترمذي بعينه, ولكن المقصود من كلام دار أحكام الترمذي بالتصحيح والتحسين
وإهدار أحكام الترمذي بتوثيق الرجال، هذا إذا كان صوابا، إذا كان إهدار صوابا خلاص ما عندنا مشكلة. بس إذا كان فيه خطأ نحن سنفقد علما كان ينبغي أن نستفيد منه، واضح؟ لذلك نحتاج إلى إثبات القول بأن الترمذي متساهل بس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأربع قبل العصر. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. حديث علي حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا حديث حسن غريب. قال: باب ما جاء في الأربع قبل العصر. الأربع قبل العصر ليس من السنن المؤكدة ولا من السنن الرواتب، بل هو من السنن النافلة التي لم يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ولم يشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عملها. الفرق بين السنن المؤكدة والسنن الرواتب وما دونها، طيب ما الفرق؟ واحد يقول لي غير أبي مالك، مالك شارك كثيرا. السنة المؤكدة هي ما داوم عليه السفر، ما داوم عليه حياته حتى لو كان مسافرا أو مريضا أو غيره. والرواتب المرتبطة بالصلوات، طيب هي أيضا مؤكدات مرتبطة مثل سنة الفجر، أنه كان يتركها إذا سافر، وكان يتركها إذا كان إيش في مرض. يعني وكلمة كان يتركها لا يعني أنه كان يحافظ على الترك، وإنما ما كان يحافظ على ما كان يلتزم بفعلها في السفر، واضح؟ فإذا قيل مثلا كان يسبح على راحلته كان كذا، هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش مستقل، وبالتالي لا يلزمنا الكلام فيه. هل كان يحافظ عليها؟ ما كان يحافظ عليها إلا في الحضر وفي الصحة، في غير ذلك النقاش مختلف. طيب ما دون ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف من فعله المحافظة عليها أصلا، لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في صحة. ومن ذلك مثلا صلاة الضحى، هي ليست من الصلاة المؤكدة ولا من الصلوات الراتبة. صلاة مثلا الأربع قبل العصر ليست مؤكدة ولا من الرواتب. صلاة قبل المغرب ليست مؤكدة ولا من الرواتب. صلاة قبل العشاء ليست مؤكدة ولا من الرواتب، وهكذا. هذه الصلوات هي صلوات نافلة، واضح؟ هي صلوات نافلة، ولكن مع ذلك هي سبب، لها سبب، فتختلف عن المؤكدات. طيب هنا هذه الصلاة إيش نعتبرها؟ صلاة الأربع قبل العصر سنة، ومع ذلك فيها فضل، يعني لمن فعلها فضل. وهذا الحديث هو، لاحظ الإسناد، نفس إسناد الحديث 426 السابق، أيضا بندار عن أبي عامر العقدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق سفيان بن عيينة. عيينة ولا الثوري يا جماعة؟ الثوري هو اللي يروي عن أبي إسحاق، هو المشهور بالرواية عن أبي إسحاق، والعقدي أيضا مشهور فيه عن أبي إسحاق. واحد يتأكد بس من الرمز، رمز المزي إليه 26 ما 24 بشار 26 عندنا السفيان تأكد. طيب أي واحد من الإخوان يتأكد حتى لا نشغل جميعا. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي إيش الثوري، ها؟ والمديني ما فيه رمز تاء،
والمالك هو مذكور في الثوري. وطبعا هو من أوثقهم عن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. هذا الإسناد نفس الإسناد السابق. الحديث قد يكون قد اتسع الحديث لهذا وهذا، مثل ما حصل مع مين؟ حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة. طيب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. هذا الحديث لم يشتهر، هذا الفعل لم يشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يروه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، لم ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قوله في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. طيب، قال 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم المسلمين والمؤمنين. وهذا ليس فيه دليل على أنه يفصل بينهن بالتسليم، وإنما فيه أنه يفصل بينهن بالتشهد، لأن هذا التسليم أنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا يشمل المؤمنين والملائكة المقربين. قالوا في الباب عن ابن عمر، طبعا سيأتي معنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هو الحديث الذي في الباب يعني، وهذا قليل من فعل الترمذي أنه يشير إلى الحديث ويكون الحديث في نفسه الباب. وعبد الله بن عمرو، الحقيقة حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما شاهد، لكن حديث عبد الله بن عمرو فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وبالتالي فذاك الإسناد ضعيف جدا، واضح. وهذا قليل أيضا من فعل الترمذي أنه يذكر في الباب الحديث ضعيف جدا، مع أن هذا الشرط ما ذكره الترمذي، يعني حتى لا ينسب إليه، يقول في الباب، وفي الباب يمكن أن يكون الحديث صحيحا، يمكن أن يكون الحديث ضعيفا، ويمكن أن يقال في مثل ذلك أن الترمذي ذكره على وجه الذكر، ويمكن أن يكون الترمذي لا يرى ضعف ذلك الرجل جدا. عبد الكريم بن أبي المخارق روى عنه أئمة ممن يشترطون، من يروي عنه؟ من يروي عنه؟ إمام يشترط الثقة، وقلنا إنه أخطأ في رواية عنه لأنه غره سمته، أيوة. وبالتالي فيمكن أن يقال في مثل هذا، ومع ذلك ليس عند الإمام الترمذي شرط في من يذكرهم في الباب، واضح؟ والله أعلم. على كل حال هذا محتمل. طيب، قال: حديث علي حديث حسن، هذا مثل إيش؟ الحديث الذي سبق قبل قليل، هو 26 أول حديث ذكرناه، أظن أول حديث ذكرناه. قال: حديث علي حديث حسن، والسبب في ذلك وجود شواهد، صحيح ولا لا؟ طيب، حديث علي حديث حسن. وفي الباب يعني قلنا إيش؟ قلنا إن الترمذي رحمه الله تعالى هو من الأئمة المتقدمين ومن أصحاب أو من أئمة العلل، جميل هذا الكلام، من أئمة العلل. هل الحديث حسن للمتابعات ولا للشواهد؟ للشواهد. هذا يرد على مين؟ المفرقين، على المفرقين بالمتقدمين والتأخير، يقول لك لا، الشواهد ما أحد كان ينتبه إليها ولا يلتفت إليها، فنرمي بالبخاري ونرمي بسنن الترمذي اللي هو تلميذ البخاري، وهذا كلام حقيقة لا يصدر إلا عن إنسان لم ينظر في الكتب. يعني لو أن هؤلاء فقط نظروا في هذه الكتب، طبعا هم نظروا أن الترمذي رحمه الله تعالى في بعض الأبواب يقول في الباب ويكون ولا واحد من الحديث شاهدا، نقول لهم طيب ما في مشكلة، لكن هناك أبواب أخرى الترمذي نص على تحسين الحديث بالشواهد، لأنه قال لك أنا أشترط في الحديث الحسن أن يكون له طرق، مجموعة طرق، وهنا هذا الحديث حسن لأن له طرقا. لا تقول الحسن عند أنه هذا حسن لذاته، حتى لو كان حسنا لذاته، حتى لو كان صحيحا لذاته، حتى لو كان في أصح الطرق ممكن يقول حديث حسن، بس لا يقول هذه إلا فيما له طرق. فننظر الآن، إما أن تكون الطرق متابعات، وإما أن تكون شواهد. هنا إيش عندنا؟ شواهد. وضحت الصورة يا إخوانا؟ جميل. مثل هذه أنا في نظري أنه
إذا كان واحد من إخواننا يسجل المواضع التي استشهد فيها الإمام الترمذي بماذا؟ بالشواهد غير المتابعات. متابعات يقرون بها، بس مثل هذا الشيء إحنا حماية لعلم الحديث الذي استقر وننتفع منه. واختار إسحاق بن إبراهيم، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أن لا يفصل، أن لا يفصل في الأربع قبل العصر. إيش قال؟ قال هو الآن هذا الحديث ليس فيه التسليم، وعلي بن أبي طالب فصل وبين أن التسليم إنه على الملائكة المقربين وعلى غير من المسلمين والمؤمنين. ولو كان يسلم بين الركعات لقال سلم. إذا نحتاج بإيش؟ بهذا الحديث. وقال معنى قوله أن يفصل بين بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى يختاران الفصل. طيب الحديث اللي بعده حديث عن ابن عمر، والذي هو أحد شاهدي الباب، من حديث محمد ابن إبراهيم ابن مسلم، وهو منسوب لجده هنا، لأن قال محمد ابن مسلم، هو محمد ابن إبراهيم ابن مسلم، يعني نسب هنا إلى جده ابن مهران. قال سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. الرجل يعني اسمه إيش؟ محمد ابن إبراهيم ابن مسلم ابن مهران. سمع جده شايف. طيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش احنا ذكرنا هذا؟ لانه حتى تعرف من هو الذي سمعه، يعني تروح تظن انه سمع صحابي ولا. جميل. ايوه ابن حجر اظن قال فيه صدوق يخطئ، او ايش قال فيه ابن حجر؟ المهم ابن حجر يعني تشدد في حال هذا الراوي، والواقع أن هذا الرجل هو على الأقل صدوق، على الأقل صدوق، يعني يستحق أفضل من صدوق يخطئ. صدوق يخطئ ضعيف، فيه ضعف، لكن الرجل على الأقل حسن الحديث، وبالتالي فهو إيش؟ فهو صدوق. عند ترجعون ستجدون هذا إن شاء الله تعالى. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب، فيه نسخة حديث غريب حسن، المعنى واحد. وبعض الشراح اشتغلوا في هذا الموضوع وقالوا يعني هو إنما قدم غريب على حسن لشدة غرابة، لأن الحديث ليس له إلا هذا الطريق، وبالتالي فقال طيب هو هذا الكلام يقوله في كل حديث حسن غريب. حديث حسن غريب إذا لم يقيده بشيء آخر فهو غريب حسن بالنهاية، صحيح؟ لكن هو التحفة وكثير من النسخ حسن غريب، لذلك يعني ما في داعي يعني لكثرة الكلام في التخريجات، طالما الحديث في غالب النسخ أو في النسخ المعتمدة موجود حسن غريب. على كل حال الحديث حسن غريب، وهذا يدل على أن الترمذي أيضا يعد هذا الراوي إيش؟ حسن الحديث محتجا به، واضح؟ يعني حسن لذاته، هذه حسن غريب ما في عندنا أي قيد، هو حسن إيش؟ لذاته. طيب عفوا محمد مسلم نعم صدوق يخطئ عند ابن حجر، وقلنا أن الراجح أنه إيش؟ صدوق. أنت عندك التهذيب ولا التقريب؟ لو ذهبت للتهذيب عشان نعرف إيش قالوا فيه. على كل حال ما فيه مشكلة. ها؟ اكتب بعض أخوان العلماء فيه. طيب اذكر بعض أخوان العلماء. معين ثقة قال الدوري عنه لا بأس به. قال أبو حاتم الرازي لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أبو زرعة الرازي هو كوفي لا أعرفه إلا في هذا الحديث عن حديث ابن عمر كان أذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى والإقامة لا ما هو هذا الحديث. على كل حال هو يعني ابن معين من الذين إيش قالوا فيه ثقة، وبالتالي فالكلام الآخر أنه يخطئ يعني الحقيقة فيه شد عليه. وأظن يمكن ابن حبان اللي قال فيه يخطئ. إيش قال فيه ابن حبان؟ ما ذكره في طبقة التتباع تابعين كتاب الثقات وقال كان يخطئ. طيب احنا مر معنا كلمة ابن حبان في رجل يعني قال يخطئ في الحديث، والرجل ليس له إلا حديثان، تذكرون القصة؟ وابن حبان روى أحد الحديثين في إيش؟ في صحيحه. إذن هو أخطأ في حديث واحد،
فلا حتى لا تظنوا أنه كلمة ابن حبان يخطئ أنها على الجادة أو أنه على الإصطلاح المستقر أنه كثير خطأ. هو ما أخطأ إلا في حديث واحد قال يخطئ. فلذلك إذا قال ابن حبان عن رجل يخطئ لابد من نعرف أنه ابن حبان في الجرح شديد أيضا، مش بنقول ابن حبان شديد متساهل، بس ابن حبان لما يجرح شديد يعني يشدد أحيانا يشد كثيرا وكلامه يجارح أكثر من غيره. يعني البخاري اللي ما هو متساهل إذا قال فيه نظر يعني خلينا نقول متساهل في الجرح، أو يعني مش متساهل في جرحه خفيف لكنه إيش لا يجرح إلا في الموضع، يعني لا يحز كثيرا يصيب المفصل مباشرة. ابن حبان أحيانا شد في الكلام فلا تأخذ كثيرا بالشد. يعني ابن حبان في كتابه الضعفاء والمجروحين له ألفاظ مثل إيش، يروي المنكرات عن الثقات، يروي المقلوبات عن يروي المناكير عن المشاهير، حتى قال سماه بعضهم إيش فيلسوف المحدثين. فيعني الألفاظ لا تشد مع الألفاظ كثيرا. لذلك أنا أظن أنه ابن حجر هنا اغتر بكلمة ابن حبان أنه يخطئ، والرجل يعني ليس له كثير خطأ. وبالتالي فحسن الحديث. طيب النتيجة، النتيجة أنه الأولى الأولى الصلاة تكون ركعتين 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 في النهار وفي الليل. وأما ما جاء من الحديث فليس هناك حديث من هذه الأحاديث نص في صلاة الأربعة يعني سردا، ولكن الذي ما جاء التفصيل إلا في الركعتين يعني المقصود من الكلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين وكذا أربعا، لا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ولما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا مفهوم له. يعني ممكن واحد يقول لك طيب يعني هو إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا يدل على أن صلاة النهار مخالفة. نقول له لا، هذا كلام خطأ، هذا إنما جاء جوابا على سؤال الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحوله أصحابه فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا ليس له مفهوم قطعا، لأن السؤال لأن الكلام إذا جاء جوابا على سؤال معين فلا مفهوم له. وليس عندنا ما يخالف هذا النص، بل عندنا ما يوافقه، وهو حديث صلاة الليل والنهار مثنى، وإن كانت كلمة والنهار تكلم العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها، وقد ثبتت من بأسانيد صحيحة أو بإسناد صحيح لكن تكلموا فيها، لكن ما عندنا شيء يخالف، ما عندنا شيء يخالف. فإن قال قائل ثبت أن صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أكثر من ركعتين متواصلة، نقول له هذا حجة عليك. كيف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سبعا بالتشهد والتسليم، وصلى تسعا بالتشهدين بالثامنة والتاسعة والتسليم، ولكن هذا في صلاة الليل، وهو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن الأصل صلاة الليل مثنى مثنى. فلذلك الأصل على الإمام لا يصلي تسعا، لا يصلي ثمانية متواصلة سبعا متواصلة، وإنما هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن شئت فعلتهم فردا. أما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ركعتين 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 حتى تصلي توتر بركعة، واضح هذا؟ إذن الأفضل صلاة الليل ركعتين ركعتين، ثبت أنه صلى متواصلا. فإن قال قائل ففي النهار، نقول له لم يثبت أنه صلى متواصلا في النهار، واضح؟ وبالتالي فالمنقول عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. جاء بعض الألفاظ مثل الأربع قبل الظهر، الأربع بعد الظهر، الأربع قبل العصر، ليس فيها تفصيل، واضح؟ بل جاء أنه كان يصلي ثمان ركعات، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. والمنقول عنه من حيث العدد كله ركعتين 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 ركعتين، والجواب عن هذا أن يقال صلى أول ركعة أربع ركعات ثم استراح، ثم أخذ عنه ذلك بعده صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى أنه اشتهر في عهد التابعين أنهم يصلون أكثر من 20 ركعة، ولكنهم
يستريحون بعد كل 4 ركعات، وسموا ذلك بماذا؟ بالتراويح، بسبب الترويحة بين 4 إلى 4، ولا يعرف عنهم أنهم كانوا يصلون 4 4 4 من فعلهم أقصد. فهذا يقوي قول الشافعي وقول أحمد. أما من قال بالقول الآخر فهو قول معتبر وله أدلته، لكن نحن نتكلم عن كيف ترجح عند الإمام الشافعي عند الإمام أحمد هذا الكلام، وأما نحن فإنما ننقل ما نراه بين أيدينا واضحا وصريحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الإخلاص. وفي الباب عن ابن عمر حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. نعم، هذا قال: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، يعني أنه كان يركع ركعتين بعد المغرب، وماذا كان يقرأ في هاتين الركعتين. فذكر حديث عبد الله بن مسعود، إلا أن حديث عبد الله بن مسعود كما ترون فيه عبد الملك بن معدان، وأشار إلى هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في نهاية الكلام حين قال: حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. يعني سبب غرابته، والغريب هنا إيش معناه؟ إذا أطلق كلمة غريب الترمذي، إذا أطلق كلمة غريب فهو ضعيف. في عندنا مشكلة في هذا؟ يعني مر معنا مشكلة في هذا الموضوع؟ يعني إذن الكلمات اللي يطلقها الترمذي لا تحتاج إلى قواميس، ولا يقال فيها إنه ليس له طريقة مستقيمة وغير ذلك. هذا الكلام الآن واضح. طيب، عبد الملك بن معدان قال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وهو ضعيف حقيقة. فقال عن عاصم البهدلة، عاصم البهدلة اللي هو عاصم بن النجود، قال فيه ابن حجر صدوق له أوهام. الحقيقة أن كلمة صدوق له أوهام يعني فيها نظر، الرجل حسن الحديث إن لم يكن صحيح الحديث. نعم، أخذ عليه بعض الأوهام، لكن وثقه ثقات معتبرون كبار. ومثل هذا الحقيقة يعني لا ينزل، يعني على الأقل حسن الحديث، على الأقل حسن الحديث، إلا من نقول صحيح الحديث، لكن في مثل هذه الحالة يقال فيه مثلا له أوهام أو الكلمة مثل. ليش؟ هذا نحتاج إليها متى؟ عندما يكون هناك خلاف بين الرواة في الراوي المعين، يعني روى عنه عاصم بن بهدلة وروى عنه إيش؟ واحد آخر واختلف، فحينئذ ننظر إلى القيد، وقيد أنه له أوهام أو غير ذلك، فيبقى حديثه صحيحا. وإذا وجد الخلاف نعمل عملية أنه له أوهام، يعني لو وجد راوي ثاني هو ثقة وليس له أوهام فهو مقدم على عاصم، لكن عاصم في القراءة حجة. وبعضهم قارنه بالأعمش، بل هو مقدم على الأعمش في الرواية. الأعمش لم يروي عنه إلا اثنان في القراءة، وإن كان كبيرين في المنزلة لكن لم تشتهر القراءة عنهما. أما عاصم فقد روى عنه اثنان مثلا، أو ممن روى عنه، طبعا ممن روى عنه اثنان اشتهرت القراءة عنهما، وهو حفص وشعبة، واشتهرت الرواية عن هؤلاء جدا، حتى إن حفصا روى عنه يعني جماهير من الرواة، وشعبة كذلك. فالشاهد من كلامه هذا من أسباب اشتهار هذه الرواية، تكلم بعضهم في قراءة عاصم في بداية الأمر، لكن لم يأبه أحد بهذا الكلام، حتى صار يعني حتى كان بعضهم يعني يتهكم برواية عاصم، وذكروا من النوادر في رواية في قراءة عاصم أن رجلا يعني سبحان الله كيف يعني الله عز وجل يعني يهتك ستر المتكلم على أهل العلم. هذا الرجل ذكر أظن الذهبي أو كذا في هذا أنه قرأ، ذكروا في تصحيف القراء
أو في تصحيف التصحيح في القراءة. فذكروا هذه من النوادر تعتبر أو من الطرائف، لكن حصلت أن رجلا قرأ قريق في الحبة وقريق في الشعير، فقال له رجل إنما هي فريق في الجنة وفريق في السعير، فقال أنا لا أقرأ على عاصم. وهذا يدل على أن هؤلاء يعني عندهم نوع من التحامل، لأن ما في أحد أصلا يقرأ إلا إيش فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني لا يوجد قراءة ثانية، وبالتالي هذا يدل على أن الناس بدأوا يتهكمون وكذا. فسبحان الله الرجل إذا كان مثل هذا الإمام في القراءة وكان من المهتمين جدا بالقراءة مع اهتمامه الكبير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظت قراءته، والآن هو أشهر القراء، يعني الآن في زماننا هو أشهر القراء على وجه الأرض، غالب الخلق يقرؤون على قراءة عاصم، الذين يقرؤون خلاف قراءة عاصم قليل، ومن يقرأ على قراءة غير عاصم ربما مثلا يقرأ على قراءة نافع مثلا، ولكن قليل جدا، وهم يحبون قراءة عاصم. يعني إذا ذهبتم إلى إخواننا في المغرب وسمعتم قراءتهم، جاء بعضهم فكان بعضهم واحد من إخواننا في مثلا من الجزائر يقول لي نحن عندما نقرأ على نافع يقرأون برواية شعبة، يقول كنا نظن أننا نقرأ باللغة العامية، لأن عندهم كلمة من الأرض هذه كلمة عامية، فيقول لي هذا الأخ يقول نحن كنا نظن عندما نقرأ على يعني نحب نقرأ على عاصم، لأن عندما نقرأ على نافع نظن أننا نقرأ باللغة العامية، يعني أنه نلحن في القرآن، يعني حتى من يقرأ على غير عاصم أحيانا لا يكون واثقا من قراءته. هذا لا يعني أننا نقول قراءة نافع أو يعني قراءة مثلا قالون عن عن عنه أو شعبة أو ورش أنه يعني لا، وهي قراءة ثابتة ومن قراءة الصحيحة المتواترة، لكن إيش؟ لكن نحن نقول في الذب عن هؤلاء الأئمة، هو من أئمة الإسلام، يعني عاصم يعد الآن من أئمة الإسلام في القراءة وفي الرواية، فيعني الدفاع عنه يعتبر دفاعا يرجى فيه الأجر إن شاء الله تعالى. قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ما أحسن ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين بعد صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا صحيح لغيره، والشاهد له قال وفي الباب عن ابن عمر، وهو الحديث المتقدم، حديث ابن عمر تقدم معنا أنه كان يقرأ في الفجر بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. الحديث فيه أيضا أنه كان يقرأ ذلك في المغرب، أشرنا إلى ذلك أنه المروي في هذا الكتاب ذكر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الفجر، وقد رواه ابن عمر أو الحديث خارج الكتاب هذا، ويمكن أن يكون ما أدري بس أنا الآن لست متأكدا، لكنه ثابت عن ابن عمر في الثنتين، يعني قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الفجر وفي صلاة إيش وفي صلاة. قال حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان، فهو غريب بسبب إيش؟ إن الحديث غريب من هذه الجهة، ولاحظ ما قال حديث الحسن، وهذا تشدد، يقول لك الرجال متساهل، ها؟ طيب ما عندنا إحنا شاهد حديث ابن عمر، هذا تشدد ولا تساهل؟ وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل هذا مثال عليه، أنه يضعف الحديث رغم أنه يمكن تقوية الحديث من طريق آخر، فيقول لك لا خلاص نكتفي بحديث ابن عمر، ها؟ ونذكر هذا الحديث لنعله، يذكر حديث الباب يعله ثم يشير إلى الحديث الذي فيه الدليل ويكتفي، ها؟ وهو قد أحالنا إلى حديث سبق، سبحان الله. فهذا يعني طيب هذا الإسناد حسن ولا ما هو حسن؟ الإسناد ضعيف. إسناد ضعيف. لو أن هذا الإسناد عند الترمذي محتمل أو أنه يعتبر به لقال إيش؟ حسن غريب. حسن غريب. وهذا يدل على أنه يرى شدة ضعف عبد الملك بن معدان. هذه من الفوائد في علم الرجال، أنه الراوي إذا كان يعرف منه أنه يحسن الحديث بالاعتبار يقول في حسن لو كان يرى أنه يعتبر لقال حسن أو قال حسن غريب من هذا الوجه مثلا، يعني فهو لم يحسن أصلا، صحيح لم يحسن هو، وبالتالي لا هو حسن قال حسن لا قال حديث حسن أو حسن صحيح، ولا قال حديث حسن غريب من مثلا من هذا الوجه يعني ابن مسعود، لأن الحديث لا يعرف
يعني مقصود كلمة هنا الآن قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن الملك بن معدان. لو كان عبد الملك بن معدان ليس ضعيفا ضعفا شديدا لقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية إيش إلا من حديث عبد الملك بن معدان. ويكون معنى الحديث هنا حسن غريب لا نعرفه هنا. قلنا هذا مقيد. إيش معنى أن الحديث لم يأتي عن عبد الله بن مسعود إلا من رواية فيها ضعف ويكون حسنا باعتبار إيش الطرق. مر معنا هذا. بعض الناس استشكل يقول لك حسن غريب بس مش حسن لذاته. طيب هو قال لك لا نعرفه إلا من رواية فلان. يعني المشكلة وين في هذا الراوي؟ حسن لذاته عدل الرواة. إذا قال حسن غريب فقد عدل الرواة وهو حسن لذاته ويكون في حين في هذه الحالة في أقل درجاته حسنا ولكن أعلى الدرجات ما عندك ليس عندنا السقف. يمكن يكون في أصلح أحوال الحديث. واضح؟ فإذا قال الإمام الترمذي حديث حسن فقد يكون يعني حديثا في أحسن الأحوال. وأظن أنا يعني وقعت عيني على حديث قريب يعني مثلا طبعا هذا مش من الاستباق الرواية بس من باب التمثيل لأنه جاء وقته. عندنا حديث 442 وعندكم يمكن 440. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. شوف الحديث هذا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أي. وبعدين قال هذا حديث حسن صحيح. جميل. لا مو بهذا. هذا مثال لشيء آخر. هذا مثال للشاذ رغم قوة إسناده. وقفت على شيء قريب من هذا المعنى. السوين مر معنا معقول. هذا هو حديث 39400 عندكم 37400. حدثنا قتيبة. شوف هذا الإسناد. حدثنا قتيبة يعني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر. إيش هذا الإسناد؟ قتيبة الليث عن نافع عن ابن عمر. إيش رأيكم في هذول الرجال؟ ماشي حالهم؟ قال حديث ابن عمر حديث حسن بس. حديث حسن صحيح. إيه لا هذه نسخة. بس هذه إحدى النسخ. فالشاهد والسبب في أنه قال حديث حسن في هذا الموضع لأنه استشهد له بحديث عمرو بن عبسة فقال حسن والحسن قلنا أقل أحواله أن يكون إيش معتبرا به وأعلاه ليس له سقف. هذا منها. هذا منها. على كل حال سنأتي إليه إن شاء الله تعالى نتكلم عن قضية النسخة. وأظن أن نكتفي في عندنا أسئلة وإن نكتفي حتى لا نطيل إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.